السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتقرير اليومي للسوق السعودي ليوم 18 أكتوبر. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام، والمؤشر العام خلال تداولات يوم الأحد ويوم الاثنين شفنا ارتفاع مع بداية تداولات يوم الأحد الماضي، وارتفع المؤشر معانا لمستويات 11782. النهاردة حصل تراجع شوية على المؤشر واغلق معانا عند 11758، شبه سد الفجوة اللي فتح عليها يوم الأحد اللي هي يعني كانت عند 11. الإغلاق بتاع يوم الخميس كان عند 11699، النهاردة جاب 11707، يعني فرق حوالي 8 نقط، يعني يعتبر شبه سد الفجوة بتاعتنا، وما زلنا احنا في الاتجاه الصاعد على المؤشر العام، واتوقع بإذن الله لسه ليه صعود يوصل معانا للمستويات اللي احنا ذكرناها في التحليل الأسبوعي عند 11964. ده ان شاء الله لو فضل مستقر زي ما قلنا قبل كده، لو المؤشر فضل مستقر على 11677 يبقى احنا هنستهدف 11964 باذن الله. ده بالنسبه للمؤشر العام. خلينا ناخد الاسهم اللي حضراتكم طلبتوها سواء على اليوتيوب او على السناب شات، جالي كذا استفسار عن اسهم كتيره، فاحنا دلوقتي هناخد مع بعض الاسهم دي وهنبتديها بسهم دار الاركان. سهم دار الاركان طبعا نزل زي ما احنا كنا متوقعين قبل كده للحد بعد ما كسر منطقه الطلب اللي هي عند 9.96 للعشره ريال وستة هلالات، نزل كسر المنطقه دي وبعدين لمس الحد السفلي للقناه السعريه بتاعتنا اهو، او نموذج الرايه بتاع العلم اهو، وبعدين بدا يرتد من نقطه الدعم ومن الحد السفلي كمان من عند 9.64 وصعد معانا تاني عند 9.98. مازال سهم دار الاركان واقف عند منطقه عرض اللي هي دي من 9.96 ل10 وريال وستة هلالات، لو طلع اخترقها واغلق عليها اتوقع ان احنا ممكن نشوف ارتفاع، اتوقع ان احنا ممكن نشوف ارتفاع لحد 10.28، وفي حالة اختراق 10.28 والاغلاق عليها، او ممكن نقول من 10.28 لحد 10.36 لو تم الاغلاق اعلى منطقة العرض دي كمان، اتوقع مزيد من الارتفاعات لسهم دار الاركان ان شاء الله، ممكن يصل معانا للعشرة ريال وثمانين درهم، وباختراق 10.80 والاغلاق عليها زي ما قلنا قبل كده عندنا اهداف بعيدة جدا على سهم دار الاركان، يعني احنا قلنا قبل كده هيبقى بنفس مقدار طول الساري بتاع العالم ده اهو، يعني مثلا لو اخترق من هنا ممكن نشوف مستويات ال 14 ريال تقريبا او ال 15 ريال، والمستهدفات دي احنا اتكلمنا عليها كتير جدا قبل كده، قلنا ان احنا بنستهدف على سهم دار الاركان مستويات ال 15 ريال بس بشرط يخترق ال 10 ريال و 80 درهم باذن الله. ده بالنسبه لسهم دار الاركان. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم المتقدمه، ادي السهم المتقدمه. سهم المتقدمة طلع معانا من الوايد رينج اللي احنا كنا قايلين ان هو ماشي فيه بقاله فترة، طلع معانا يوم الخميس الماضي واخترق منطقة العرض واخترق نموذج المستطيل اللي هو ماشي فيه من ال 94.90 لل او من ال 75.70 لل 70.60، ده كان نموذج مستطيل وايد رينج ماشي فيه من شهر 6 حتى شهر 10 حتى يوم الخميس الماضي، طلع يوم الخميس الماضي بره الوايد رينج ده، و يعني المفروض ان هو نازل دلوقتي بيعمل تصحيح، يعني كان عندنا فوليوم عالي طبعا اخترق بفوليوم عالي لان المستوى ده كان مستوى مستعصي عليه بقاله فتره كبيره، شايفين هنا بيحاول يخترق ونزل، هنا نزل تاني تالت هنا رابع، فطلع اربع مرات مش قادر يخترق، فلازم عشان كان يخترق المستوى ده يدخل بسيوله عاليه عشان يقدر يتخطى المستوى ده، فهو فعلا دخل بسيوله عاليه اهو يوم الخميس الماضي الترا هاي فوليوم، شايفين السيوله كانت داخله قد ايه في السهم، وبعدين بدا يصحح تاني لان طبيعي جدا بعد الفوليوم العالي ما بيدخل بيحصل تصحيح، فحصل تصحيح معانا يوم الاحد ويوم الاثنين اليوم، واتوقع ان يعني دي خلاص كده انتهى التصحيح، هو وصل لمنطقه الطلب مره تانيه، كانت منطقه عرض تحولت لمنطقه الطلب، حصل تبادل للادوار وكمان متوافقه معانا مع اللو بتاع الفوليوم العالي،
اللي احنا اتفقنا قبل كده، قلنا اللو الخاص بالفوليوم العالي يمثل دعم والهاي يمثل مقاومه. فاحنا عندنا السهم المتقدمه وصل النهارده تقريبا للو عند اللو بتاع يوم الخميس الماضي عند ال 74 90، وصل ليه النهارده اهو، وصل لل 74 80 وبدا يرتد مره تانية اهو، يعني ال 74 90 بدا يرتد النهارده ما قفلش تحتها، فاتوقع بدايه ارتداد من هنا ان شاء الله ويرجع تاني للصعود سهم المتقدمه. ممكن نشوف القمه اللي عملها، احنا قلنا الهاي بتاعه يمثل مقاومه عند ال 77 30، ولو اخترقها ان شاء الله ممكن نشوف ال 78 65 وبعدها ال 83 50 باذن الله. ده بالنسبه للسهم المتقدمه. ننتقل للسهم الثاني معانا، سهم اسمنت الشرقيه. اسمنت الشرقيه السهم يعني لحد ما كويس، هو يعني الحركه بتاعته ضعيفه شويه. هنا كان عندنا دعم عند ال 49 50، تم كسر الدعم ده وتحول لمقاومه، شايفين هو كان مقاومه الاول وبعدين تحول لدعم وبعدين نزل عمل عقد اختبار، تحول دلوقتي بعد ما كسر المقاومه مره ثانيه. يعني انا شايف بنسبه كبيره سهم الاسمنت الشرقيه ممكن ينزل لحد هنا، منطقه الطلب هتكون ما بين ال 47 15 لحد ال 47 90، دي منطقه الطلب بتاعتنا. شايف ان هو ممكن ينزل لها سهم الشرقيه، اسمنت الشرقيه اهو، ممكن ينزل لهنا كده وبعدين يبتدي يرتد مره تانية ونشوف ارتفاع على السهم. لكن حاليا يعني مش متوقع له صعود غير لو اخترق ال 49 50. لو اخترق ال 49 50 واغلق عليها اتوقع ان شاء الله ان هو ممكن يصعد معانا. لحد فين ممكن نشوف مستوى ال نشوف مستوى بالظبط ال 50 70، وفي حالة اختراق ال 50 70 ممكن نتطلع لمزيد من الاهداف ان شاء الله على سهم اسمنت الشرقية. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم اسواق العسيم. ادي سهم اسواق العسيم. سهم اسواق العسيم طبعا كنا اتكلمنا ان هو صعد من المنطقة دي وفعلا بدأ يصعد اهو، يعني بدأ يرتد شوية النهاردة، بس طبيعي جدا الارتداد اللي حصل. عندنا هنا كان في مستوى مقاومة وتم اختراقه وتحول، يعني اتوقع ان هو الكسر النهاردة ده يعني مش كسر حقيقي، ممكن يرجع تاني للصعود. بس عموما حتى لو كسر حقيقي هو قريب جدا برضو من منطقة الطلب بتاعتنا من ال 111 80 لل 113 40، دي منطقة طلب قوية. لو فضل السهم اعلاها انا شايف ان السهم ممكن يواصل الصعود، هيوصل معانا لل 114 80 مرة تانية، وفي حالة الاستقرار على ال 114 80 ممكن نشوف مستويات منطقة العرض اللي ما بين ال 117 80 لل 120 باذن الله. ننتقل لسهم طباعة وتغليف. ادي سهم طباعة وتغليف. سهم طباعة وتغليف برضو يعني شفنا الارتداد القوي اللي حصل او الهبوط القوي اللي حصل على مدار الاسبوعين او الثلاث اسابيع الماضيين، شايفين على فريم الاسبوعي ثلاث اسابيع في هبوط قوي، وبعدين الاسبوع الماضي كان ارتداد بشكل ممتاز جدا، شمعة نكسية ممتازة. كان عندنا هنا نقطة دعم كويسة جدا وقوية اهي عند ال 25 ريال وخمس هلالات، او ممكن نعتبرها منطقة طلب من ال 25 ريال بالظبط لحد هنا، دي منطقة الطلب من ال 23 76 لل 25 ريال، منطقة طلب قوية جدا. وممكن برضو يعني ممكن نقول من مش لازم ال 25، عشان لو هنرسم على شمعة واحدة يبقى اهو اهو من ال 23 76 لل 24 60 بالظبط، منطقة الطلب بتاعتنا. شايفين نزول قوي بدأ يرتد من المنطقة دي، أتوقع إن السهم يعني طبعا الإغلاق الأسبوعي بتاعه إغلاق ممتاز جدا جدا جدا، والشمعة دي بتقول إن هيكون في ارتفاع قوي على سهم طباعة وتغليف. فأنا شايف إن السهم هيواصل الصعود. طبعا المفروض اللي كان عايز يشتري كان يشتري بعد ظهور الشمعة دي، شمعة الأسبوع الماضي اللي هبط فيها بقوة دي وبعدين ارتد، كانت شمعة نكسية ممتازة. اللي اشترى بعدها المفروض يعني هو ده أفضل، كان أفضل مكان للدخول بصراحة. فأنا شايف إن طباعة وتغليف يعني لسه ليها صعود، ممكن تمتد معانا لحد فين؟ ممكن تمتد معانا لحد منطقة العرض
او نقطة مقاومة عند ال 26 87، وفي حالة اختراق ال 26 87 هنشوف ال 28 35. دي نقط المقاومة بتاعتنا على سهم طباعة وتغليف، أول نقطة 26 87 وبعدين 28 35، وفي حالة اختراق ال 28 35 أتوقع إن هو ممكن يوصل لل 30 25 تمام. وطبعا هو عندنا هنا يعني شبه عامل ترند هابط أهو، يعني قرب جدا على اختراقه، أو ممكن نقول برضو قناة سعرية هابطة، يعني هتمشي ترند هابط وقناة سعرية هابطة اهو تمام. فنشوف لو تم اختراق القناة السعرية الهابطة دي او الترند الهابط اللي عندنا، اتوقع ليه مزيد من الارتفاعات ان شاء الله. ده بالنسبة لسهم طباعة وتغليف. ننتقل للسهم التالي، سهم بين داود. ادي سهم بين داود. سهم بين داود كسر الاسبوع الماضي منطقة الطلب اللي اشرنا ليها سابقا من 185 لل 186، وللأسف كان كسر، يعني كان كسر قوي زي ما شفنا كده، وصل معانا اللو بتاعه الاسبوع الماضي لحد 102، كان لو قوي هنا اهو 102 كان، واليوم اللي قبلها هنا كان نزل حوالي 1-2% تقريبا، وهنا 0.5%، فهو نزل بشكل كبير. بس كان عندنا مؤشر بيقول ان الكسر ده كسر كاذب. ليه؟ لان كان في عندنا هنا تشبع بيعي، او شايفين اول لما كسر هنا وبعدين الشمعة دي بيقول لنا ان في تشبع بيعي، وظهر برايس اكشن هنا. فاول لما ظهر برايس اكشن بدأ يرتفع مرة تانية، وشايفين الارتفاع مع بداية الاسبوع رجع تاني اعلى منطقة الطلب اللي هي ما بين 185 لل 186، منطقة طلب ممتازة جدا. فاستقرار السهم اعلى المنطقة دي اتوقع ليه مزيد من الارتفاع ان شاء الله على سهم بن داود. فانا شايف ان سهم بين داود لو فضل مستقر على منطقة الطلب اللي ما بين 185 لل 186 هنشوف ليه مزيد من الارتفاعات ان شاء الله، قد تصل لل 110 60 وبعدين 113 80 واخيرا 117 40. ده بالنسبة لسهم بين داود. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم زين. ادي سهم زين. سهم زين وصل معانا للحد السفلي للقناة السعرية الهابطة اهو. احنا سهم زين كان معانا اعلى منطقة طلب، قلنا لو كسر منطقة الطلب دي ومداش منها اي برايس اكشن هينزل للحد السفلي للقناة السعرية الهابطة. بالفعل وصل للحد السفلي للقناة السعرية الهابطة زي ما واضح امامكم كده اهو، وصل للحد السفلي للقناة السعرية الهابطة وبدأ يرتد منها صعودا مرة تانية. طيب دلوقتي لو انا مش معايا سهم زين وعايز اشتري سهم زين اعمل ايه؟ طبعا خلاص منطقة الطلب دي اللي ما بين 1360 لل 1378 اصبحت مستهلكة، فالمفروض المنطقة الجديدة اللي احنا نشتغل عليها المنطقة دي اهي من 13 ريال واربع هلالات لحد 1330، اهي دي المنطقة اللي ارتد منها ومتوافقة معانا مع ملامسة الحد السفلي تمام. فاحنا دلوقتي عشان نقدر نشتري سهم زين لازم نشوف اختراق للقناة السعرية الهابطة واغلاق عليها. لو تم اختراق القناة السعرية الهابطة دي والاغلاق عليها اتوقع مزيد من الارتفاع على سهم زين، اتوقع ليه يوصل لل 1464 لل 1494، وفي حالة اختراقها ان شاء الله ممكن نوصل لل 1542. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم الدوائية. ادي سهم الدوائية. سهم الدوائية برضو مازال السهم واقف عند منطقة طلب، منطقة الطلب بتاعتنا من 42-40 لل 43-80، دي منطقة الطلب بتاعتنا. طالما السهم واقف عند المنطقة دي وما تمش كسرها، فانا شايف ان السهم الدوائية ممكن نشوف ليه ارتفاع، خاصة كمان ان احنا عندنا هنا على مؤشر الاستوكاستيك، مؤشر عفوا الار اس اي تحته، شايفين في تشبع بيعي بقاله فترة كبيرة تمام. في تشبع بيعي اهو قدامنا بقاله فترة، فانا شايف ان هو خلاص يعني هو ده بيفنش اعتقد في الهبوط بتاعه، واتوقع ممكن نشوف ارتفاع لسهم الدوائية بشرط طبعا زي ما قلت الاستقرار اعلى ال 42 40 لل 43 80.
لو فضل مستقر اعلى منطقة الطلب دي ممكن نشوف ارتفاع ان شاء الله لسهم الدوائية، هيستهدف معانا منطقة العرض اللي ما بين 47 95 ل 50 60 كهدف اول، وبعدين نقطة المقاومة 40 54 90 كهدف تاني، وهدف اخير منطقة العرض اللي ما بين 59 24 ل 61 40. ده بالنسبة للسهم الدوائية. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم المراكز. ادي سهم المراكز. سهم المراكز معانا كان ماشي في ترند صاعد، كسر الترند الصاعد، قلنا هيهبط وبالفعل هبط الاسبوع الماضي، وصل لمنطقة الطلب. منطقة الطلب ما بين 23 22 لل 23 58، اهي دي منطقة الطلب بتاعتنا. شايفين اول لما وصل ليها عمل شمعة انسايد بار، اهي الشمعة الزرقاء دي اللي هي بعد الشمعة الحمراء الكبيرة، عمل شمعة انسايد بار تمام، وبعدين بدأ يصعد بقوة معانا. فانا شايف ان السهم مازال كويس وممتاز، سهم المراكز. شايف ان هو خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله لسه ليه صعود. الصعود ده هيستهدف معانا ايه؟ شايف ان الصعود ده هيستهدف معانا لحظة واحدة، الصعود ده هيستهدف معانا مستوى منطقة المقاومة عند ال 25 72، وبعد ال 25 72 لو اخترقها واغلق عليها هنروح لل 26 70 لل 27 70 منطقة العرض دي، ومن منطقة العرض دي هنبتدي نخفف الكميات بتاعتنا، لان ساعتها اتوقع ان هو ممكن يدخل بيع قوي الا لو اخترقها طبعا واغلق عليها. احنا ساعتها هنبتدي نخفف او هنبتدي نراقب السهم، هنشوف هل هيدينا اشارة انعكاسية على اليومي ولا لا. لو ادانا اشارة انعكاسية معنى كده ان في بايع دخل، فبنبتدي نبيع كميات مثلا نص الكمية اللي معانا ونخلي نص الكمية، هنشوف تاني يوم هل هيهبط ولا هيرجع تاني للصعود تمام. فاحنا بنشتغل كده اللي هو بنقسم الكميات بتاعتنا سواء في الشراء او في البيع، ما بنشتريش مرة واحدة ولا بنبيع مرة واحدة، عشان لو يعني حصل اي حاجة احنا نبقى برضو يعني لما بنبيع جزء من الكمية بتاعتنا حتى لو نزل احنا نقدر نبيع على سعر اقل، اي نعم، بس احنا ضمننا جزء من الارباح تمام. وكمان عندنا هنا اهو يعني وانا معاكم في ترند هابط اهو، يعني بصيت عليه لقيته ترند هابط، او ممكن برضو يكون قناة سعرية هابطة تمام اهو، يعني ممكن نقول قناة سعرية هابطة. لو تم اختراقها هيكمل معانا بالفعل صعود سهم المراكز للاهداف اللي احنا ذكرناها. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم المجموعة. مجموعة طبعا احنا اتكلمنا عليها قبل كده وكانت عند ترند صاعد وقلنا ان هي للصعود. شايفين المجموعة عملت ايه؟ ادتنا برايس اكشن ممتاز جدا 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 معاك جدا من هنا لحد السنة الجاية، برايس اكشن جميل هنا، وبدأ يعمل ايه؟ بدأ يصعد اهو بقوة. طيب بص، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في السهم اللي فات، سهم المراكز. هنا كان في مقاومة عند ال 41.50، المفروض اللي اشترى من تحت من هنا تمام كان يعمل ايه هنا؟ يجني جزء من الارباح. اول لما يشوف الشمعة دي يعمل ايه؟ يعمل جني لنص الارباح بتاعته. هنا النهاردة اكد الهبوط، المفروض يعمل جني لباقي الارباح بتاعته. يرجع يشتري امتى؟ يرجع يشتري لو السهم نزل تاني للترند ده ونقطة الدعم اللي عند 37.85 وادانا اشارة، ساعتها ممكن يصعد مرة تانية. او يشتري امتى تاني؟ لو اخترق ال 41.50 اللي هي اخر قمة، او اخر قمة تقريبا عند ال 41.80، يعني من ال 41.50 لل 41.80 لو اخترق المنطقة دي ساعتها نقدر نشتري مرة تانية على سهم المجموعة السعودية. عفوا. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم انابيب العربية. انابيب العربية برضو لو حضراتكم تفتكروا قلنا ان السهم ممتاز جدا، ليه؟ ظهر اتنين برايس اكشن ممتازين، وقلنا ان السهم
كويس جدا جدا وصاعد، وفعلا صعد معانا صعوده، اي نعم ضعيف شوية، ولكن هو اعلى منطقة طلب ما بين ال17 ريال لل18 26، منطقة طلب ممتازة جدا. فانا شايف ان هو سهم انابيب العربية كويس ومفيش منه قلق، طالما اعلى ال17 ريال ما كسرهاش. نقلق منه امتى؟ لو كسر واغلق اسفل ال17 ريال، ساعتها هينزل لل13 50 لل14 50، ومنها هيرجع تاني للصعود. لكن هو دلوقتي اعلى منطقة طلب كويسة، ومدينا برايس اكشن مرتين ورا بعض ممتاز، وهو مستقر اعلى منطقة، فممكن لو دخلت عليه سيولة كويسة يبتدي يصعد تاني. احنا ملاحظين ضعف السيولة عليه الفترة الأخيرة، شايفين السيولة ضعيفة ازاي، فلو دخلت عليه سيولة كويسة على سهم أنابيب العربية أتوقع إن ممكن تصعد بالسهم لحد ال21 30، وفي حالة اختراقها ممكن نوصل لل23 32 بإذن الله. ده بالنسبة لأنابيب العربية. ننتقل لريدان، سهم ريدان. سهم ريدان معانا السهم برضو نزل كسر القناة السعرية الهابطة بتاعتنا، أو نموذج الراية بتاعت نموذج العلم، ونزلت معانا لفين؟ نزلت معانا لمنطقة الطلب الأولانية اللي هي ما بين 22.97 لل23.91، وقلنا إن لو كسرها ينزل للمنطقة اللي بعدها، وفعلا نزل للمنطقة اللي بعدها ما بين 21.95 لل22.97، هما منطقتين متداخلين مع بعض. بدأ يدينا برايس اكشن ممتاز جدا اول لما وصل للمنطقة دي، وارتفع معانا بقوة، وبدأ يرجع تاني للارتفاع. فالاغلاق بتاعه اغلاق ممتاز، حتى الاغلاق الاسبوعي الاسبوع الماضي ممتاز بيدعم الصعود. ممكن لو صحح هيكون تصحيح ضعيف جدا او تصحيح بسيط، يعمل كده معانا 23.91 ينزل ومنها يرجع تاني للصعود، يعني ينزل لل23.91 ومنها يرجع تاني للصعود اهو. يعني مثلا على اليومي تبقى بشكل اوضح، او المنطقة دي الاولانية يطلع ليها وبعدين ينزل ليها وبعدين يطلع تاني بالشكل ده، اللي هو هيعمل ايه؟ هيصحح لنص الشمعة الانعكاسية اللي ظهرت عندنا هنا، تمام، ومنها يرجع تاني. لكن ممكن يصعد على طول وما يصححش، انا بتكلم لو هبط هبوطه مش هيبقى اكتر من المنطقة دي، وهيرجع تاني للارتفاع ان شاء الله. انا استهدف فيه 26.90 لل28.61، وفي حالة اختراقها ممكن نصل لل30.60 لل32.75. ده بالنسبة لسهم رايدان. ننتقل للسهم التالي، سهم الخزف. سهم الخزف السعودي برضو يعني ممتاز جدا، شايفه كويس جدا، وبرضو السهم اعلى منطقة طلب ممتازة ممتازة جدا، شايفين ارتفاع هنا، يعني هنا كان منطقة عرض تحولت لمنطقة طلب، نزل عملها عدة اختبار وصعد، فاحنا عندنا هنا في مقاومة اهي، تمام، وكان الدعم واصبحت دلوقتي مقاومة تاني، يعني هي مقاومة مقاومة تحولت لدعم، بعدين نزلت تحولت بقت دعم اهو، طلع تاني طلع تاني، بعدين تحولت لمقاومة لما تم كسرها. فهو دلوقتي برضو واقف عند منطقة طلب من 56.50 لل58، منطقة طلب كويسة، يعني الى حد ما كويسة جدا. فانا شايف بس ينقصها ظهور برايس اكشن، لسه ما ظهرش برايس اكشن كويس من المنطقة دي. لو ظهر برايس اكشن كويس من المنطقة دي اتوقع الارتفاع مرة تانية. الارتفاع هي يعني امتد لحد فين؟ لحد منطقة العرض اللي هتكون ما بين 60.80 لل62، دي منطقة العرض بتاعتنا. لو تم اختراقها والاغلاق عليها اتوقع ان احنا ممكن نشوف ارتفاع قوي على سهم الخزف السعودي، يصل معانا لمنطقة العرض التانية اللي هتكون من 67.20 لل67.80. ده بالنسبة للخزف السعودي. ننتقل للسهم التاني معانا، سهم بوبا العربية. ادي سهم بوبا العربية. سهم بوبا العربية برضو يعني كان عندنا هنا منطقة طلب كويسة، اهو منطقة طلب كويسة جدا من عند 135، صغر الشارت شايفين هنا اهي، كانت نقطة مقاومة تحولت لنقطة دعم، شايفين نزل الاسبوع الماضي عمل ايه؟ ارتكز على 135 بالملي اهو، 135 بالملي الادنى بتاعها 135، وبدأ يرتفع.
تمام. احنا ممكن نقول ان هنا منطقة طلب من 135 ل 138 40. النهاردة كمان ادانا شارة انعكاسية ممتازة، فانا شايف ان سهم بوبا العربية ممكن يواصل الصعود معانا بنسبة كبيرة جدا، هيمتد لحد 153 الصعود ان شاء الله. ولو اخترق ال 153 واغلق عليها ممكن نصل لمنطقة العرض ما بين ال 170 لحد ال 178، ده بالنسبة لسهم بوبا العربية. ننتقل للسهم التالي، سهم الفخارية. ادي سهم الفخارية. الفخارية كسرت معانا منطقة الطلب، ولكن كان كسر كاذب لما اتكلمنا برضو قبل كده، وضفنا مؤشر الار اس اي قلنا ان في تشبع بيعي وهنبتدي نشوف ارتفاع. حصل فعلا ارتفاع الاسبوع الماضي اعتقد يوم الاربع، فعلا يوم الاربع حصل صعود قوي، وبعدها حصل يعني تراجع شوية، بس تراجع ضعيف جدا وتصحيح ضعيف جدا، ولكن السهم مازال اعلى منطقة الطلب ما بين 88 80 لل 94 90، وشايف ان سهم الفخارية هيرجع تاني ان شاء الله للارتفاع، يصل معانا ال 162 لل 186، وفي حالة اختراقها نصل لل 119 بإذن الله، ثم ال 132 40. لكن لو لا قدر الله كسر ال 88 80 مرة تانية واستقر أسفلها، ساعتها سهم الفخرية للأسف يعني يؤسفني إن أنا أقول إن هو ممكن يهبط بقوة، لكن أتمنى طبعا من كل قلبي إن ده ما يحصلش عشان الناس اللي معاها السهم ما تخسرش فيه. ده بالنسبة لسهم الفخارية. ننتقل للسهم التالي معانا، وده هيكون آخر سهم، سهم الجوف الزراعية. الجوف الزراعية برضو نفس الكلام يعني بالملي، نفس اللي حصل على الفخارية هو اللي حصل على الجوف الزراعية، نزلت وعملت كسر كازو وبعدين رجعت ارتدت تاني. منطقة طلب كويسة ما بين 70 70 ل 72 80، دي منطقة ممتازة جدا جدا على سهم الجوف، فانا شايف ان هو لو فضل مستقر عليها برضو هنشوف ارتفاع لسهم الجوف، قد يصل معانا لمستوى المقاومة ده عند 78 70، وفي حالة اختراقها نصل لل 88 50 وبعدها 99 80. لكن لو لا قدر الله كسر ال 70 70 واغلق اسفلها برضو ممكن نشوف هبوط قوي، ممكن يصل معانا للو اللي هو جابه الاسبوع الماضي عند ال 62 90، ولو كسرها يبقى هيستكمل الهبوط. وزي ما قلت برضو في الفخارية اتمنى ان ده ما يحصلش عشان الناس اللي معاها السهم. وبكده اكون انتهيت من التقرير اليومي للسوق السعودي، اتمنى اكون افدتكم، ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو باسم السهم ورقم السهم، وتقدروا تتابعوني على تويتر، ده البروفايل بتاعي هو على تويتر تقدروا تتابعوني عليه، وعلى سناب شات، على السناب شات تقدر تعمل سكان للكود ده، او لما تعمل سكان للكود ده ان شاء الله هيظهر لك البروفايل بتاعي، وتقدر برضو لو مش عارف تعمل سكان تقدر تعمل سيرش عليا على السناب شات بالكود ده، هتلاقيني فورا على السناب شات. شكرا لكم والسلام عليكم.